يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بماذا يحكم على من يقول إنه لا يوجد جهاد الآن على وجه الأرض أبدا؟ هذا غلط، ما يوجد جهاد على وجه الأرض أبدا، مش أدراه ما فيه جهاد، النفي هذا يحتاج إلى دليل. نعم، بعضهم يقول ما على وجه الأرض مسلم الآن أبدا، الناس كلهم كفار، يعني يكفرون بالعموم. نعم.